الإنسان في التجارب المرة. طالما آمن الإنسان بنفسه في ظل فكرة الديمقراطية التي تجعل الشعب صنماً يعبد من دون الله، وطالما اقتنع بأنه يستطيع قيادة نفسه بدون مدد من السماء، وطالما بدأ رحلته التجريبية عبر الأديان والمذاهب والمبادئ والأحزاب وسائر ما قد يطرحه الفكر البشري للتجربة، وكلما استغنى بالقيادات البشرية التي يختارها بخبراته عن القيادات الإنسانية التي تختارها السماء، فعليه أن يكمل الرحلة حتى نهاية المطاف، وأن يجرب كل ما ينتجه الفكر البشري من طرائق ومناهج، وأن يختبر كل أنواع القيادات الفردية والجماعية، وأن يمتحن قدراته من خلال آلاف التجارب والاختبارات التي يمارسها على مختلف الشعوب في شتى جنبات الأرض، حتى إذا فشلت تجاربه كافة وأفلست قياداته جمعاء، فوجد المجاعات تكتسح الجماعات كما تكتسح رياح الخريف أوراق الشجر، ورأى البؤس والشقاء والكآبة في كل الوجوه، عند ذلك يبلغ به اليأس من نفسه مبلغ القنوط، يكفر بكل شيء اسمه فكرة ومبدأ، ويلعن كل شيء اسمه قيادة وقائد، ويحارب كل ما يعبر عن تأليه الشعب وعصمته، فتنهار الأنظمة والحكومات، وتتخلى الأجهزة الرسمية والهيئات الدولية، وتتفكك الجيوش والتكتلات، فيتسابق الأقوياء لنهب الضعفاء، ويستأسد الضعفاء للدفاع عن أنفسهم وصيانة حقوقهم، فيلجأ كل إلى سلاحه، ولا يطمئن أحد إلى كفاحه، فتعم الفوضى مسلحة بالعلم والآلة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، فتعود البشرية كلها أيد ترفع إلى السماء، وتنقلب الأنفاس دعوات تتسابق إلى الله، وتغدو النظرات توقعات ترقب الأفق البعيد بانتظار تفجير المعجزة وإظهار المصلح الموعود، فحينئذ يظهر الإمام المنتظر ليجد الناس يرددون كلمته قبل أن يقولها هو، ويقضون على من يريدون مقاومته قبل أن يقضي عليهم هو، فيمشي على الحرير بلا عثرات. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للرجاء.